السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا فيديو جديد لخبر تم الإعلان عنه اليوم بتاريخ 29 مايو 2021 من خلال وزارة الداخلية السعودية. الخبر يتعلق بتعليق السفر للمملكة العربية السعودية. طبعا الفترة دي الجميع مهتم بوضع السفر للمملكة العربية السعودية، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية بتاريخ 3 فبراير 2021. الإعلان هيظهر قدامنا دلوقتي في الفيديو. الإعلان دوت مفاده يعني إن تم تعليق السفر للمملكة العربية السعودية من خلال 20 دولة، يعني في 20 دولة دلوقتي ظاهرين قدامنا على الشاشة اتحظر دخولهم للمملكة، طبعا باستثناءات فئات معينة. المواطنين السعوديين لو في حد فيهم في الدول ديت من الفئات ديت مسموح له السفر للمملكة العربية السعودية، اللي هو المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلتهم. الفئات الثلاثة دول بس هما اللي مسموح لهم يخشوا المملكة من ال20 دولة دول. الإعلان دوت كان بتاريخ 3 فبراير 2021، فآخر تحديث معانا إن في 20 دولة ممنوع دخولهم المملكة باستثناء الفئات الثلاثة اللي ذكرناهم. الخبر بتاع النهاردة الفيديو دوت معمول علشانه، اللي هو بتاريخ 29/5/2021، إن وزارة الداخلية طلعت بيان النهاردة بالسماح ب11 دولة بدخول المملكة العربية السعودية ابتداء من غدا الأحد 30/5. تمام، الخبر هيظهر دلوقتي على الشاشة هوت قدامنا، السماح بدخول المملكة ال11 دولة. ال11 دولة للعلم اللي تم السماح بدخولهم النهاردة دول كانوا من ال20 دولة الممنوعين في أول فبراير السنة دي. تمام، يبقى كده بعد الإعلان بتاع النهاردة اللي هو ظهر قدامنا دلوقتي اللي فيه 11 دولة المملكة العربية السعودية سمحت لهم بدخول أرضها ابتداء من غدا الأحد 30/5، هيتبقى 9 دول فقط ممنوعين من دخول المملكة. للأسف مصر حتى الآن من الدول ديت، هم الدول التسعة كده سريعا: الأرجنتين وأندونيسيا والبرازيل، جنوب إفريقيا، لبنان، مصر، الهند، باكستان، تركيا. يبقى الدول العربية اللي اتمنعت اللي ممنوع حتى الآن من دخول المملكة هي مصر ولبنان. الدول الإسلامية طبعا تركيا وباكستان وأندونيسيا، دي برضو من الدول المعلق حتى الآن دخولهم للمملكة. أنا حبيت أنشر الأخبار المؤكدة لدينا، يعني اللي بتبقى معلنة من الجهات الرسمية، عشان الفترات زي ما قلت كده في بداية الفيديو انتشر أخبار كتير عن دخول المملكة وتعليق السفر. وإن شاء الله يعني كل فترة كده أول لما ينزل خبر جديد مؤكد هنشره على القناة. يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك فيها عشان تشوف الفيديوهات إن شاء الله القادمة. وربنا يمن علينا كده في مصر ولبنان وتركيا وأندونيسيا وباكستان. طبعا باكستان من أكتر الدول المشاهدة للقناة، فإن شاء الله ربنا يمن على الدول كلها ويصلح الأحوال كده ونتمكن من دخول المملكة، وبإذن الله ننشر كل جديد يتعلق بدخول المملكة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.